حياكم الله مشاهدينا الكرام، تغطية جديدة اليوم هنا ونرافق الفريق الفني والفرقة الفنية العازبة هنا الآن من داخل مدينة باريس وقلبها العاصمة الفرنسية. هنا الآن تعالوا نتابع هذا العرض الذي تعد هذه الفرقة هنا في هذه الساحات الفرنسية للأجانب الوافدين إلى فرنسا للتعريف والتعرف على الموروث اليمني الزاخر بمجموعة من ألوان التراث. كيف كانوا وكيف كانت الانطباعات؟ تعالوا نتابع ونشاهد هذه اللقطات وهذه الانطباعات معهم. هنا يتواجد معي أيضا في هذا الاحتفال وهذا العرض أيضا معالي السفير اليمني في فرنسا هنا الدكتور رياض ياسين، وجهوده أيضا الكبيرة وجهود السفارة في التهيئة والتنسيق لهذه الفعالية وأيضا وصول جميع المشاركين. حياكم الله دكتور رياض. الله يحييكم، وإحنا سعداء جدا فيكم وبهذا الحدث الكبير الذي بالفعل تشهده العاصمة الفرنسية باريس لأول مرة. نحن في منطقة لا ديفانس وهي من أشهر المناطق الباريسية المعروفة، وأعتقد النموذج الذي تقدمونه في هذا الفن الراقي الذي يمثل مختلف المناطق والذي سيكون له بالتأكيد وقع جميل على الفرنسيين وعلى كل المشاهدين. استعدادتنا طبعا رغم يعني صعوبة المكان والحدث والوقت برضو أيضا كان ضيق، لكن الحمد لله استطعنا بالتنسيق مع الأخوة في جمعية حضرموت مسجد حضرموت في ترتيب لكثير من الأمور والفعاليات الخارجية، وإن شاء الله ستكون الفعالية الأساسية الكبرى يوم 2 أكتوبر. كيف يعني تقبل الفرنسيون هذه الفعالية وهذا الحدث؟ كيف كانت أيضا مشاعرهم وأيضا تنسيقهم أنتم معه؟ بالتأكيد الفعالية تأتي في إطار استراتيجي بالنسبة لنا مهم، وهو أنه اليمن ليست فقط مكان للحرب ولكن أيضا بلد فيه الفن والثقافة والموسيقى، وهذا ما نحاول أن نعكسه، وهذا ما بدأ يتفهمه كثير من الفرنسيين، حيث أن الإقبال صار شديدا الآن من أجل الحضور في الفعالية يوم 2 أكتوبر عكس ما كنا نتوقع في بداية الأمر. البعض أخذها كأنها ستكون حاجة حفلة بسيطة جدا، لكن الآن حدث أعتقد هو يعني حدث بالنسبة لنا كسفارة هنا وكدبلوماسيين، حدث تاريخي سيوثق في التاريخ. ويكون أكبر فعالية فنية تقام هنا في هذا المسرح وهذه القاعة. أنتم أيضا كدوركم كذلك أرسلت تود أيضا إرسالها لكل من يشاهد عبر شاشة حضرموت، كل اليمنيين المتابعين الآن وهم يعيشون هذه الحالة وهذا الحرب، ما هي رسالتكم لهم من فرنسا باريس مع هذا الحدث؟ أولا بالنسبة لنا هنا في الحدث نفسه لابد أن نخلق هذا الانطباع الحقيقي بأنه اليمني إذا أتيحت له الظروف الطبيعية سيكون مبدعا في كل المجالات أولا. ثانيا أن علينا الالتزام بكل القوانين واللوائح المنظمة في هذا المكان وعدم إثارة أي نوع من أنواع الإشكاليات والفوضى، لأن لن تخدم أحد في الأخير. أيضا علينا أن نهدأ شوية، لا نعصب كطبيعة اليمنيين، فأعتقد شيء مهم أن ننقل صورة راقية رغم كل ما يحدث في بلادنا. نعم، شكرا لجهودكم الكبيرة. العفو. معنا هنا الأخ عمر دهشل، هو مسؤول الفرقة اليافعية التي تقدم هذه العروض الفنية والتراثية هنا طبعا من خلال التعريف بهذا الموروث اليافعي. حياك الله أخ عمر. الله يحييك حبيبي، الله يحفظك إن شاء الله. تابعنا اليوم وشاهدنا هذه العروض اليافعية واللبس اليافعي، طبعا إلى ماذا تهدفون من خلال الموروث؟ والله شوف، احنا نبغى نوصل رسالة لأوروبا والعالم، ونبغى نوصل رسالة للداخل. احنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا ومحافظين على الموروث الشعبي اليافعي بكل ألوانه، وهذا ما هو إلا نوع من أنواع الرقصات اليافعية ويسمى البرع. إن شاء الله هناك رقصات أخرى بإذن الله سيتم عرضها في وقت لاحق، وستشاهدون ما يرفع رؤوس كل يافعي في هذا العرض وفي هذا المكان الذي هو في قلب العاصمة باريس عاصمة فرنسا. وإن شاء الله بإذن الله أن نكون خير سفراء ليافع
وللعرب وللمسلمين بشكل عام. طيب كيف يتم التنسيق بين المشاركين الان؟ كيف تختارونهم؟ كيف يتم التنسيق؟ اللبس ايضا؟ بالنسبه لللبس الاخوان جابوا جابوا لنا لبس من الاخ قاسم الذيباني بيض الله وجهه، جاب لنا الملابس، جابها والله له هولندا ان شاء الله والامور طيبه. الشيء الثاني بالنسبه للتنسيق، يعني هناك فعاليات، دائما فعاليات في الاعياد وفي مناسبات كثيره بنقوم بهذه الفعاليات والامور ان شاء الله تمام. ورحنا هنا سفراء للفن وسفراء وموصلين رساله لكل الناس بان احنا هنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا ورافعين رؤوس كل اخواننا هناك في الداخل، والامور ان شاء الله باذن الله من حسن الى احسن، وسنكون هذه شعارنا، سنسير على خطى الحضارم الذي ذهبوا الى شرق اسيا، وسنكون احنا سفراء في غرب الكره الارضيه مثل ما كانوا سفراء في شرقها. الاستاذ سعيد اكيد معروف عندكم. هذا والدنا وعزيز على قلوبنا ونحن اخواله على نعم نعم. استاذ سعيد طبعا رافقنا في هذه الرحله من اليمن الى هنا. استاذ سعيد اليوم هنا مع اصحاب يافع وابناء يافع، ماذا تقول؟ والله اشعر في قمه السعاده بان يافع كانت حاضره في هذا المنتدى. أشعر بقمة السعادة بأننا توصلنا إلى أننا نقدم لوننا الغنائي ورقصنا الشعبي اليافعي، يعني بقيادة يعني ما يقدمه المايسترو محمد الغحوم وبدعم مؤسسة الثقافة حضرموت. شاكرين لهم ونحن سعداء جدا، واليوم نشعر في قمة السعادة والراحة. شكرا لهذا. شكرا. نوصل رسالتنا لأبناء حضرموت ونقول لهم أنتم بترفعوا رؤوسنا في أكثر من محفل، وأنتم خير سفراء، سنسير على خطاكم إن شاء الله. هنا أيضا عن انطباعهم مجموعة من العرب الحاضرين وأيضا الأجانب في هذا العرض. الاسم الكريم عبد الله. من وين؟ من المغرب. المغرب. تابعت هذه العروض الآن والفلكلور اليمني، كيف استمعت له وكيف تابعت؟ حلو حلو حلو. يعني عبر لي عن مشاعرك وأنت تستمع. أنا يلا جيت درك. يلا جيت وشي خمس دقائق وحلو. إيش اللي لفت انتباهك هنا؟ كيف؟ إيش اللي لفت انتباهك؟ إيش الحاجة الغريبة هنا؟ نو حجمه غريبه حيت ما جاتني حجمه غريبه. عجبتك جدا؟ الحمد لله. هل سمعتها من قبل او اول مره تسمع؟ لا فايت سمعها في التلفازه، في الريبورتاج. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. معنا هنا ايضا مجموعه من الحاضرين حقيقه. هذا العرض استقطب مجموعه من الزوار والحاضرين وايضا المقيمين هنا. اهلا وسهلا. اهلا. من وين؟ وين ار يو فروم؟ ايطالي. ايطالي. يو سبيك فرانس؟ يس. إذن معنا المترجم هنا عبد القادر. طبعا المشاعر والانطباع وانت تحضر هذه الفعاليه، كيف كانت الفعاليه؟ هل لاول مره تشاهد مثل هذه الفعاليه وهذا العرض الان؟ Quelle est votre impression que vous écoutez cette musique? Est-ce que c'est la première fois ou c'est pas la première fois que vous entendez cette musique? C'est pas la première fois. Je connais un peu la culture yéménite grâce à ma fiancée qui est yéménite, mais j'avais déjà vu des événements ici à Paris avec Salam for Yemen, mais c'est une très très belle ambiance et c'est une très très belle musique et surtout les danses. C'est très beau à voir. Une diaspora qui se réunit comme ça pour célébrer ses cultures et ses traditions. يقول انه مش اول مره انه يشاهد هذا الرقص والموسيقى اليمنيه، انه شاهدها عده مرات بفضل خطيبته هي يمنيه، وايضا انه يقول انه حضر حفلات في باريس سلام اليمن اظن في حفله، وانه قال انه شيء جدا رائع الرقص اليمني والغناء التراثي اليمني، انه شيء جدا جميل في هذه البلد الجميله. جميل. هل زرت اليمن؟ تتمنى ان تزور اليمن؟ سكوفو اسبيغي فيزيتي اليمن ان جور. Absolument, oui. Je suis très très curieux de découvrir le Yémen. J'ai visité un tout petit peu les pays du Golfe, mais il n'y a aucun pays qui m'attire plus que le Yémen. En particulier, j'adorerais aller visiter Socotra. C'est un endroit qui est unique au monde, que j'espère vraiment voir de mes yeux une fois. طبعاً يقول إنه هو جداً فضول، هو جداً متشغف بالذهاب إلى اليمن، وبالذات إنه زار عدة دول في دول الخليج. ولكن لم يزور اليمن بسبب الحرب،
ولكن هو يريد أن يذهب بالذات إلى جزيرة سقطرى بحسب ما سمعوا عنها أنها جزيرة جدا رائعة وهكذا وسياحية. شكرا جزيلا وإن شاء الله نشوفك في اليمن. إن شاء الله إن شاء الله لابيانتوك بوبوفي أليو يمن. الشباب الفرنسيين وهذه الفئة الآن التي ربما أيضا لم تفهم شيء من قبل أو تسمع أو تشاهد عن موروث اليمني، مجموعة من الشباب هنا طبعا هم من فرنسا فرنسيين وشاهدوا هذا الموروث لأول مرة أكيد يشاهدوا هذا الموروث وتتابعوا يعني هذا اللون. توقعتوا من أي دولة أن يكون هذا اللون؟ Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous entendez cette musique et cette danse? Et vous imaginez dans quel pays cette danse? Moi, personnellement, c'est la première fois que j'entends. Et moi, je pense que ça vient plutôt de l'Afrique du Nord. Voilà. Moi, c'est la même chose. C'est la première fois que j'entends cette musique, cette danse. Mais je sais pas de quel pays ça vient. Voilà. يقول إنهم هم إن أول مرة أن يسمعوا هذه الموسيقى وهذا الرقص ولم يخمنوا من أين هذا الرقص تحديدا. طيب كيف انطباعكم؟ رقص جميل يعني لأول مرة تشاهدوه، هل ممكن أن تشاركوا معهم أيضا في هذه الرقص؟ Quelle est votre impression par rapport à l'ambiance ici? Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous avez envie de danser ici ou... Moi j'aime bien l'ambiance, moi je trouve que l'ambiance est plutôt bonne. Après, je trouve que ça donne envie de danser et voilà quoi. Moi je trouve ça aussi incroyable, ça rassemble les gens. Je l'aime bien cette danse, voilà. وقال انه رقص جدا رائع وانه يعني كثير اعجب بهذا الرقص وانه لديه الرغبه في المشاركه والرقص بسبب هذه الاجواء والناس انهم متجمعين في نفس المكان ويرقصون وهكذا. عادي تفضلوا وشاركوا باي طريقه. معنا هنا مجموعة من العرب أعجبوا أيضا بهذا الموروث، شفتك جاي من بعيد، من وين جيت؟ جيت من تونس. جيت من تونس إلى لا جيت هبطت في لا ديفونس وسمعت الميوزك، سمعت الموسيقى، جلبت انتباهي جيت نجي. لما جيت لما هنا طبعا من تونس صح؟ من تونس. الاسم الكريم؟ عمر. عمر، وهذا ابنك ولا؟ هذا ابن أختي. ابن أختك. يوسف. يوسف كيف حالك؟ قول على السلامة. السلامة. طيب لما جيت لهنا شد انتباهك هذا اللون؟ اي شد انتباهي صراحه، عجبني في الموسيقى رنان. من الجزائر؟ من تونس. من تونس. من تونس. طيب كيف شفت اللون هذا؟ اعجبك؟ اعجبني صراحه. ايه وثقت بجوالك ولا ما وثقت؟ بعد ما زلت انا وصلت باش نوثق بالجوال وانتم قصيتوا. طيب توقعتوا هذا الفن من اي دوله عربيه؟ صراحه هو لون عربي افريقي. كيف عربي افريقي؟ عربي لا عربي افريقي، لون عربي خليجي على افريقي، على شمال افريقيا، يعني لون مختلط، يعني واضح انه تاريخيا ثقافيا يعني عنده وزنه، عنده ثقله. واضح انه ما شاء الله ذائقه عنده فعلا. هو سمع ايضا موروث كان موروث خليط من الموروث اليمني الذي طبعا تاثر بالهجره الى افريقيا. ما شاء الله عندك يعني خلفيه في الجانب الموروثي. عملت كونسرفاتوار يعني معهد الموسيقى. طب هذه فرصه الان يعني درست بالمعهد. درست بالمعهد الموسيقى بالقيروان. ولذلك شدك هذا الصوت. نعم. طبعا هو سيكون الناقم يمني سيعزف يوم 2 أكتوبر في فعاليه كبرى تجمع الفرنسيين والعرب واليمنيين في فعاليه واحده. 2 أكتوبر أي مكان؟ يوم الاثنين بإذن الله. يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم. تحياتنا لكم. تحيات الأهل اليمن، الشعب العربي. شكرا جزيلا. من المغرب إلى المشرق، من الشمال للجنوب. إلى كل مكان حياكم. شكرا.